كنرحب بجميع زملاء مركز دار الأحرار. ربما أنا الفاكهة اليوم 21 في رمضان انضمت جمعية قلوب الرحمة لحديدة العهد. انضمنا ان شاء الله يلا تأسست وانضمنا حملة طبية في إيدا وقنيضيف وواحد النجاح باهر. وعاود انضمنا من بعد 15 يوم انضمنا وحدة في خميس أي تعميرة وتا هي بنجاح باهر. ومن هذا المنبر ودرنا إفطار في دار الحياة. ومن هذا المنبر كنشكر الأطباء وكنشكر المساهمين اللي ساهموا معنا بالدواء بالأعمال بأي حاجة ساهموا بها، لأن واحد سميتو واحد العمل خيري مجاني اللي كنشكر المحسنين حتى هما اللي تساهموا معنا وداك الشيء. وكنتمنى لهاد المرضى شفاء عاجل وكاع جميع المرضى والله يقدرنا نزيدوا في فعل الخير. والناس كاع اللي كيسعوا في الخير كنشكروهم وكنطلبوا الله الله يجازينا ويجازيهم بخير. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدءا بدأ تنبغي نشكر جمعية الرحمة اللي ساهمت في هذا النشاط. هذا النشاط اللي صراحة نشاط في المستوى اللي دار للناس ديال نزلاء ديال دار الحياة، الناس اللي كدوي على السرطان. وكنت كنشكر من هذا المنبر هذا جميع المحسنين اللي ساهموا في هذا الفعل الخير. وصراحة جمعية قلوب الرحمة للتوعية الصحة العملية الاجتماعية اللي يلاه دارت جديدة ودارت شحال من أعمال، كنتمنوا لها التوفيق. وكنشكر جميع الطاقم او المكتب المسير ديال الجمعيه اللي صراحه سهر على هذا العمل هذا حتى باش يكون في هذا المستوى. كنشكر الاخوان كاملين، كنشكر كل مساهم قريب وبعيد في نجاح هذا سميتو في هذا العمل الخيري، وشكرا للجميع. هي جنة طابت وطابت.